ونحن في هذه الأيام نستقبل هذه الفريضة العظيمة وهي الحج إلى بيت الله الحرام، وكذلك هذه طلائع وفود حجاج بيت الله الحرام وصلت ولله الحمد والمنة للمسجد الحرام، فهنيئا لهم سلامة الوصول وبلوغ المأمول، وحياهم الله وبياهم وأهلا بهم وسهلا. حللتم أهلا يا حجاج بيت الله ووطئتم سهلا، ترحب بكم بلاد الحرمين الشريفين قيادتها وولاتها وعلماؤها وأبناؤها، كيف لا وأنتم ضيوف الرحمن، فلكم علينا حق حسن الاستقبال والإكرام، وأنتم عليكم واجب عظيم في معرفة أحكام المناسك والتفرغ لأداء العبادة، وشكر الله جل وعلا على ما من به عليكم من الوصول في رحاب هذا الحرم الآمن المعظم المقدس، فواجب علينا جميعا أن نعرف آدابه وأن نلتزم الأخلاق فيه، وأن نتعامل مع إخواننا المسلمين معاملة حسنة لتتحقق لنا الأجور والمثوبة من الله عز وجل، وكذلك الحكم والغايات والأهداف التي من أجلها شرعت هذه الفريضة العظيمة. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.